قطاع المنتجات الفاخرة ممكن يتلقى أكبر ضربة بإضافة إلى قطاع الفنادق بسبب كورونا. جولة على هذه الشركات الكبرى، هل ممكن أن تختفي في شركات عمرها 170 سنة 200 سنة؟ هل ممكن أنه كورونا تمحي هذه الشركات أم لا؟ When I was a child, I was always trying to have fun. I was always what we say in French, dissipé in school, even if I was not bad at school, but I like fun. When I was young, I was living by my grandmother because my grandfather died in 1959. And I saw my grandmother very sad. And so I said one day to my father and my mother, okay, I cannot leave her alone because I liked her a lot, so I'm going to live with her. And I went on the other side of the street, so it's not very far. And she was extremely, extremely helpful. حأبدأ بأول شركة طبعا مع إمبراطور المنتجات الفاخرة وهو فرنسي برنار أرنو. إذا أريد أن أتكلم عن برنار أرنو طبعا أتكلم عن ديور والفي أم أش، والحصة الكبيرة إمبراطورية من 70 علامة فاخرة، 70 نتكلم. السيطرة على الفي ام اش يعني السيطرة على لوي فيتون، وأيضا السيطرة على ديور. هذه السيطرة أتت بداية مع ديور، لأنه في البدايات سيطر هو على ديور، والآن تقريبا عنده حوالي 97% من الشركة. ديور تملك في الفي ام اش 40% أو 41%. وإذا أريد أن أستعرض هذا الشخص ماذا يملك من حصص في المنتجات الفاخرة، له هواية كبيرة جدا باستحواذات على هذه العلامات. بس سريعا، عنده 97% من ديور، 6% من الفي ام اش شخصيا أتكلم، 8.5% من إرمس، و 2% من كارفور. لاحظوا هذه فقط حصص مباشرة. أعود إلى البدايات، طبعا بدايات الشخص منه لا مصمم أزياء ولا دارس بالأزياء، هو مهندس مدني ومتخرج من البوليتكنيك، وكان عندهم شركة مقاولات وشركة كونستراكشن، بالتالي كان في ثروة مهمة مع والده، وبالتالي رجع صفى كل الأعمال، باع الشركة ودخل واستحوذ على شركة تملك ديور، وكانت تمر بمصاعب كبيرة جدا إلى حد الإفلاس، وكان هالشيء عام 1984، وبمبلغ ب 15 مليون دولار استحوذ على الشركة التي تملك ديور. هنا بدأت رحلة استحواذ على الشركات وبناء الإمبراطورية. طبعا بالإضافة هنا يعني شركة اسمها بوساك سان فرير اللي هو استحوذ عليها، هي بتملك ديور 15 مليون دولار بال 84، وبعدين رجع أخذ حصة مهمة جدا في الفي ام اش ايضا، وبعدين كررت السبعة. I was looking at several IDs and I hit Christian Dior, and immediately I thought this brand has a lot of potential. It is under evaluated. It is small compared to what I thought the world was going to become, and so I moved to buy it. وبكلمة واحدة إذا أريد أن أعرف عنه، يملك تقريبا النصف لوي فيتون، لأنه 40% من ديور، وهو تقريبا الحصة 8% بتعمل هال 50% مع حصة تصويت مهمة ومرجحة هو. أيضا إذا بدأ أستعرض تسلسل العلامات، لاحظوا مثلا 1988 الحصة المهمة جدا في الفي ام اش، وبعدين اتطورت. نتكلم بال 88 أيضا ذهب إلى المجلات والصحف المالية، في عنا الصحيفة المالية المشهورة اللي هي جريدة لا تريبون الفرنسية، استحوذ عليها بال 88، باع أيضا بال 2007 رجع استحوذ على الثانية اللي هي ليزيكو، أيضا هي مهمة جدا، كمان هون عمل نوع من تنويع. ب 93 لاحظوا العلامات، بال 93 أخذ بيرلوتي وكانزو، ايضا بال94 جيرلان، بال97 محلات سيفورا اللي بتشاهدون يعني ديور لوي فيتون سيفورا كانزو بيرلوتي ايضا فندي، هودي كلهم استحوذ عليهم تباعا
فرق يكون 3-4 سنوات ويهجم على كل علامة تجارية إلى أن أصبح عنده 70 علامة تجارية. ولكن أيضا حصلت معركة كبيرة جدا بينه وبين منافسه فرانسوا بينو على استحواذ جوتشي بال2001، وسميت وقتها بمعركة الحقائب. لم يستطع أن يسيطر على جوتشي وأخذ تقريبا 100% بينو. أيضا كان دخل على إرماس، لا يترك أي علامة تجارية، حتى إرماس دخل على إرماس ووصل أنه يقدر يجمع حوالي ربع 25% من الأسهم. ولكن بعد 4 سنوات من المعارك رجع فضل أنه نوعا ما يلكود هذه الحصة ويذهب ويفضل أنه يستحوذ تقريبا 100% أو 97% على ديور. والحصة اللي خرج منها ب13 مليار ذهب أكثر ودعم بقوة حصته في الديور، وكانت هي استراتيجية أفضل بالنسبة إلى له. هذا هو سريعا جدا برنار أرنو. طبعا برنار أرنو ملياردير، يعني كان وصل كمان حتى لل100 مليار دولار، كان بقى أن يتراجع تتراجع الثروة بسبب هلأ كورونا مرة جديدة. سنشاهد كيف ستؤثر كورونا على هذه الشركة الإمبراطورية الكبيرة جدا، خصوصا في الأزمة المالية السابقة. الصين هي أنقذت كل شيء من المنتجات الفاخرة. آخر صفقة كبيرة جدا حققها كانت عام 2019 عندما استحوذ على المجوهرات طبعا تيفاني، وكانت الصفقة عالية جدا، نحن نتكلم عن 16.2 مليار دولار. هذا كان الأقوى والأهم في كل المنتجات الفاخرة، والإمبراطور الذي يطلق عليه الإمبراطور برنار أرنو. الإمبراطور الثاني كمان أيضا فرنسي، وهو فرانسوا بينو. وإذا كنت أتكلم عن الفي أم أش سأتكلم الآن عن كيرينغ، وهيدي المظلة اللي تحت العلامات الفاخرة. نحن نتكلم عن علامات، كنا قلنا ديور الفي أم أش، بينما هنا في هذه الشركة أكبر أهم عملين هن جوتشي وإيف سان لورو. فرانسوا بينو يعرف كان بأنه هو صديق جاك شيراك، ولكن أيضا كما برنار أرنو ليس هو مصمم أزياء، هو تاجر خشب. وعمل أول بدايات الثروة كانت بفضل بيع الخشب وإدراج الشركة في البورصة، وبالتالي حصد بعض من الأموال والملايين. وهنا بعدين عمل نوع من تنويع في نشاطاته وذهب إلى الموضة. وكان أيضا ترك المدرسة وكان عمره 16 عاما. طبعا يملك 41% من كيرينغ، الشركة اللي هي المسيطرة على كل شيء، ولكن الشركة لم يكن اسمها كيرينغ، كان اسمها بي بي ار، وهي أول 3 أحرف من شركات اللي هن بينو اسم العائلة، وبرينتون اللي هي محلات الأسواق المشهورة، المحلات التجارية في باريس، وردوت اللي هي المجلة أيضا المعروفة، بقى كانت اسمها بي بي ار وتغير اسمها إلى كيرينغ. سريعا جدا إذا أخذنا السي في أو السيرة الذاتية لفرانسوا بينو كانت على مراحل والفرق. فمثلا عام 1990 اشترى سلسلة المحلات التجارية برينتون، معروفة جدا بفرنسا يعني، وخصوصا بباريس اللي منشاهد انه البرينتون واللافايت هن بجانب بعضهم. عام 94 اشترى الردوت، يعني بعد 4 سنوات نفس عم بتكون المدة الزمنية. عام 2000 رجع سيطر على ألكسندر ماكوين وأيضا على بوشرون، ومنشاهد انه بال 2003 استلم ابنه اللي هو فرانسوا هنري بينو، و كمان سيطر على بريوني، لاحظوا الأسماء المتتالية. و2013 تغير الاسم إلى كيرينغ من بي بي ار، تغير الاسم. طبعا بعدين في أسماء كبيرة جدا مثل بوتيكا فينيتا وأيضا بالونتشاغا وكل هالأسماء الأخرى. الآن هو تقريبا خرج من الشركة مستلم
ابنه اللي هو اسمه فرانسوا هنري بينو ونفس الاسم تقريبا، وهو يدير الشركة، وهناك الشركة العائلية اللي هي أرتميس اللي كمان أيضا داخلة بقوة. هيدا إمبراطور ثاني أيضا في مجال الأزياء ومع هذه الأسماء، ويملك أيضا دار كريستيز اللي هي الدار المشهورة المعروفة أيضا. هيدا كان أخذنا تاني إمبراطور فرنسي أيضا في مجال الأزياء. هتكلم الآن عن شركة إرماس. طبعا هذه الشركة مر عليها 6 أجيال، ونحن نتكلم عن تأسيس الشركة عام 1837. هناك عائلتان إرماس وديوما، لماذا؟ سنتعرف سويا. البدايات هي عام 1837 مع تيري إرماس، وهو أسس الشركة. طبعاً عام بعدين أتى ابنه شارل إميل إرماس عادي، بعدين إجا الحفيد اللي هو إميل إرماس. هون وقفت توريث الشركة لعائلة إرماس، لأنه إميل كان عنده 4 بنات، وصهره اللي هو مهم جدا 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 بالشركة، هو لعب دور كبير يعني، وهو مش من عائلة طبعا إرماس، من عائلة ديوما. نحن نتكلم عن عائلتين إرماس وديوما، اللي هو روبرت ديوما. روبرت ديوما هو مهم جدا لأنه عمل تغيير كبير أيضا في الشركة. استلم عام 1951 سلم إميل إرماس وكل إرماس طبعا إلى روبرت ديوما. بالنسبة إلى روبرت ديوما، يعني أطلق الوشاح، هو هذا مشهور جدا بالنسبة إلى إرماس، وأطلق الكاليباك. طبعا ما بتعرفوا بداية بالنسبة إلى إرماس عندنا الكاليباك وعندنا البيركنباك وعندنا أيضا الوشاح، وهولي مهمين، وعندنا الشين دونكر براسلي، هولي أهم المنتجات التاريخية كانت لإرماس. روبرت ديوما أطلق كاليباك مع طبعا جين كيلي هوني الاتفاقية، و ايضا الشين دونكر براسلي كمان هو اللي اطلقها. بالتالي مرت الشركه بفتره ذهبيه مع روبرت ديوما. من بعد روبرت ديوما اللي 1956 الكاليباك، 1978 اتى ابنه اللي اسمه هو جان لوي ديوما. جان لوي ديوما اللي هو ابن روبرت ديوما اطلق البيركنباك، اي متى؟ 1984 مع الممثله جين بيركن. طيب انتهينا من هذا الموضوع، أصبحنا الآن بالجيل السادس من الشركة. الجيل السادس هون حيصير في نوع من اختلاف. ليش؟ لأنه عام 1900 نحن نتكلم عام 2005 نحن بدأنا بالجيل السادس. عندنا بيير أليكسيس ديوما، سهل جدا، اللي هو ابنه لجان لوي ديوما، كان المفروض هو يستلم الشركة ولكن لم يستلم الشركة، استلم إدارة. البوزيشن تبعه كانت ارتستيك دايركتور، وهي وظيفة هي مهمة جدا جدا، هو مكلف بهذه المهمة. أيضا عام 2013 استلم ابن أخت عم نتكلم نحن اللي هو جان لوي ديوما، استلم أكسل ديوما. تمام، أكسل ديوما وصار تشيرمان أو صار رئيس مجلس إدارة تنفيذي أيضا عام 2013، ولكن من تكفل بالفترة خليني أقول اللي هي الانتقالية بين الجيل القديم والجيل الجديد بالنسبة إلى الجيل السادس، بين الجيل الخامس والجيل السادس، هناك شخصية مهمة جدا هو باتريك توما. باتريك توما كتير مهم، هو أيضا أشرف على كل هذه المرحلة الانتقالية إلى أن استلم. بالنهاية عندنا الآن شخصين واثنيناتهم من عائلة ديوما، وهن مثل ما قلنا بيير أليكسيس ديوما وآخر شيء الرئيس أكسل ديوما، وكل واحد له وظيفة معينة.
حاول في السابق كالعادة بين أرنو أنه أيضا يطحش ويدخل على إرماس، ووصل مثل ما قلنا إلى حصة 25%، وصار في نوع من طبعا توتر بين الشركتين ودعاوى، وأنه يصير في نوع من استحواذ يكون عدائي على الشركة، إلى أن فضل مثل ما قلنا أنه يخرج تبعين، ولكن ما زال يملك حصة مهمة اللي هي نحن 7-8% في الشركة، لكن كان حاول أيضا أنه يأخذ إرماس. وبعدين أنشأت الشركة نوع من صندوق، كان بداية وصل إلى 100 مليون دولار، هو مهمته 100 مليون يورو، هو مهمته أنه يتكفل بأي صفقات أو استحواذات يتدخل أيضا. هذه كانت نظرة سريعة على إرماس، من أقدم الشركات في العالم. من الفرنسيين طبعا احنا كنا تكلمنا عن LVMH وبينو وإرماس، خلينا ننتقل الى سويسرا هذه المره، رغم انه في ساوث افريكا، في جنوب افريقيا، وهي ريشمون. طبعا ريشمون وهي سويسرية، تأسست عام 1988 على يد السويسري، بس أصله من جنوب أفريقيا، وهو يوهان روبرت، ووالده أنطون أيضا ملياردير، وبالتالي ساعدوا هذه الشيء أنه يأسس عام 1998 نتكلم بالنسبة إلى ريشمون. هوني كنت عم بتكلم على بعض الأحصنة المهمة جدا، مثل ما قلنا لوي فيتون، ديور، إيف سان لوران، وبالنسبة إلى بينو وغوتشي، هون عم نتكلم بمونبلون وكارتيه، موجودة أكثر بالمجوهرات والساعات، رغم هي ثاني أكبر شركة في العالم من حيث بالمنتجات الفاخرة، من حيث العائدات، وهون عم نتكلم أيضا تركيز قوي جدا على الساعات وعلى المجوهرات بشكل أساسي. يكفي أن نقول هناك كارتيه، هناك أيضا فاشرون كونستانتين، هيدي اثنين بياجي، وهون فان كليف، و يعني عدة أسماء، كلوي، مونبلون، وهون يعني الأسماء تطول. وهذه الإمبراطورية الخاصة السويسرية هي الآن رقم 2 عالميا بين كل هالشركات الفرنسية المسيطرة تقريبا على السوق، بالإضافة إلى شركة إيطالية، ولكن الشركات الفرنسية آخر شيء استحوذت على جميع تقريبا الشركات الإيطالية المتوسطة وبنت إمبراطورياتها. عام 2013 افتتحت الشركة تقريبا أكبر متجر بالنسبة إلى بيع الساعات الفاخرة، ومساحة هذا المتجر كانت ب 2000 متر، ونتكلم هنا بجانب الأوبرا في الدائرة التاسعة في باريس. هذه كانت ريشمون طبعا، ثاني أكبر شركة في العالم بيع المنتجات. في هذه الفقرة سأستعرض شركتين، أول شركة هي رالف لورين، والثاني جورجو أرماني، أيضا كيف ستتأثر كل شركة مع تداعيات كورونا. He is now joining the hotel business with Dubai builder Emaar Properties. Together, they plan to launch a chain of hotels and luxury resorts in cities such as London, Paris, New York, Tokyo, Shanghai, Dubai and Milan. Giorgio Armani began his company in 1974 and was said to be one of the most successful designers to come out of Italy by 2001, with an annual turnover of over $1.6 billion. By 2001, Forbes estimated Giorgio Armani's net worth to be around $1.7 billion and named him the most successful Italian designer. And again in 2006, but this time his net worth was up around $4.1 billion.
Armani originally trained in medicine. Lucky for him, he didn't stick to it, although he would have made a very well-dressed and fashionable doctor. He got his start as a window dresser in department store La Rinascente, then moved on to work as a designer for Nino Cerruti, which he left after a few years to pursue his own career. Giorgio Armani Company was founded in Milan in 1975 with only $10,000. Today, Armani has around 4,700 employees and 13 factories worldwide, as well as 300 stores in 36 countries. أبدأ مع جورجيو أرماني. طبعا جورجيو أرماني في الفترة الأخيرة صار في نوع من تراجع نوعا ما في بالنسبة إلى الحصة السوقية. جورجيو أرماني بس بالبدايات كان بدأ كطبيب ودرس سنتين طب ثم ترك الجامعة. لمن ترك الجامعة ذهب وعمل بالأزياء وبالتحديد أخذ خبرته واشتغل ديزاينر أو مصمم عند نينو تشيروتي، وهذه كانت عام 1964. بالسبعينات أيضا أسس أرماني عام 1975 مع شريكه اللي اسمه سيرجيو غالوتي. غالوتي توفى بال 85 بلوكيميا، ورجع بعدين تابع المسيرة لوحده. طبعا صار في نوع من استحواذ أو محاولة استحواذ، أو خليني حصة مش استحواذ، كبداية 20% أيضا 20% من بنانو. بنانو لا يهدى، وين بيشوف ماركة كبيرة جدا بده يدخل عليها، لكن رفض هذا العرض جورجيو أرماني. هذا كان جورجيو أرماني. Ralph Lauren founded the company Polo Fashions in the late 60s with his design of wide ties and a $50,000 loan. And I'm sure that wouldn't have taken long to repay. Ralph concentrated on his line of men's clothing, shirts and suits made of fine fabrics. Not only could an office worker look powerful and professional, but also stylish and sophisticated. Then came the women's clothing and the home line collection. Ralph is one of the biggest fashion designers to grace our planet, and sales are reaching almost $4 billion a year. Even with some failures, Ralph has managed to turn his company into a $900 million company. Ralph Lauren says, "I think I've built something beyond the fashion business, a way of living. It's about taste, quality of life, another dimension of your persona." Having been in the fashion industry for 40 years, Ralph is often referred to as America's most quintessential designer. In 2007, he expanded his business empire into Russia with the opening of an 8,000 square foot flagship store in Moscow, in a historic 1870s building, which has been refurbished to become Moscow's epicenter of high fashion. أذهب إلى رالف لورن. رالف لورن أصله روسي يهودي، وهاجروا إلى الولايات المتحدة. ثروته 6.3 مليار دولار مثله مثل جورجيو أرماني. عام 1971 أمريكي طبعا فتح أول متجر، ولكن التأسيس كان قبله بثلاث سنوات عام 68 بمبلغ $50,000 مع نورمان هيلتون. بعدها أطلق كل هذه التيشيرتات المهمة جدا، مثلا عام 1972 البولو المشهور تشيرت لرالف لورن، البدايات كانت بهذه الفترة. أيضا عام 1994 كان حاول هون يبيع، باع 28% إلى جولدمان ساكس، كان مبلغ مهم. 97 راح اي بي او واستفاد من 770 او 767 مليون دولار، كان هذا عام 1997. هذا رالف لورن وجورجيو أرماني. طبعا اخف بيكونوا من بالعائدات وبقيمه العلامه طبعا الفاخره بالنسبه الى الشركات اللي تكلمنا عنها.